مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الجمهورية 2014. أخيرا تألفت الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير، واليوم الجميع متفق أن الاستحقاق الرئاسي بات عنوان المرحلة المقبلة والمعركة السياسية في لبنان. فهل يسهل الاتفاق على الحكومة الطريق أمام انتخابات الرئاسة؟ وكيف السبيل إلى تخطي الأزمات والانقسامات والتفجيرات والحد من هاجس الفراغ وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية؟ في ظل الظروف الاستثنائية التي تتداخل فيها المخاطر والاستحقاقات، في أي جمهورية نحن اليوم؟ وإلى أي جمهورية نطمح؟ رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في الجمهورية 2014، نتناول موقفه من الاستحقاق الرئاسي والتحديات التي تواجه الحكم، ونظرته لجمهورية الطائف والواقع الطائفي، وما هي الخيارات المتاحة للبنانيين أمام نفق التطرف والهاجس الأمني؟ ماذا بعد حكومة المصلحة الوطنية الجديدة؟ أي رئيس لأية جمهورية؟ مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي نناقش كل هذه العناوين. أهلا وسهلا بك معالي الوزير، نشكرك على استضافتنا هنا في بنشعي حيث كل شيء جميل. شكرا لهذه الاستضافة، ونبدأ على الفور في المحور الأول مع الأستاذ كريم. مساء النور استاذ كريم، اهلا وسهلا فيك وفيك. نحن ببيتنا هون، بيتك اكيد بيتك. بالمقدمه حكيت ست سعاد عن انه كانت الولاده عسيره. نعم. سؤالي، هل انت مرتاح لهذه الولاده؟ وهل مرتاح لدرجه انه تمثلت فيها؟ انت ممثل بهذه الحكومه، انت مرتاح ده؟ يعني أكيد خلينا نقول أني أنا موافق على هذه التركيبة، مرتاح لها. يعني ترك لي هالشيء لإلي إذا مرتاح لها ولا لا. أنا موافق على هذه التركيبة، يعني لو حتى أنا موافق على هذه التركيبة لما شاركت فيها. لا أكيد أنا موافق على هذه التركيبة، وأنا بعتبر عندما وافقنا أنه نسمي، أو هون بين الليلين أنا ما سميت بوقت رئيس الحكومة، نسمي الرئيس تمام سلام فريقنا كرئيسا للحكومة، كنا واعيين أنه عم نسمي أحد رئيس حكومة هو من صلب 14 أدار، ويجب أن نتعاطى مع هذا الوقع يعني. صحيح. ومن هون نحن من أول يوم طالبنا بالتلت، وحصلنا على التلت بشكل أو بآخر يعني بهذا الموضوع. وبتصور وقت بيكون عندك 8 وزراء، عم نحكي فعليا، ويمكن ما بعرف شو كيف تم تسوية على 9 وزير بأي صوت، بيكون عندك من وزراء ما فيك ترضي كل فريقنا السياسي. أنا أعتبر يعني نحن عملنا ما نستطيع فعله. 14 أدار هي بتنقي ممثلين، مش أنا بنقيهم، وهذا الشعار نحن طرحنا وقت اللي كان رئيس الحكومة المكلف عم بيقول انه انا احدد كل فريق من يمثل. نحن اعترضنا وقلنا نحن نختار وزرائنا، انتم تختارون الحقائب ونتفق على الحقائب ونختار نحن نسمي لهذه الحقائب. ولذلك انا بعتبر يمكن غلطنا بطريقة المفاوضات على تركيب، بس وعندما قبلنا يعني هذا اللي انا عم بقوله. يعني البيان الوزاري يبدو انه بكل شغله في تعسر، يعني اول عسره هلا هيئه البيان الوزاري مش عم بيولد بولاده طبيعيه وفي صعوبه. هل اعتقادك انه لح كل فتره هالوزاره يكون كل قرار عسير؟ يعني وقت بيكون في حكومه وفاق وطني بدك تحط الاولويات. انا برايي الاولويه الوفاق الوطني، وأن نتصارع داخل المؤسسات بدل ما أن نتصارع بالشارع، ولا أنه نقول بدنا نمشي الدولة. اليوم كلنا بنعرف أنه منا بدولة أفلاطون، ولا الدولة ماشية ولا الأمور ماشية.
لأنه الوضع الإقليمي والوضع الدولي كله متعثر. إذا بدك تشوف كل شيء نسبي بهذا الموضوع، خلينا نشوف شو عم بيصير حولنا، بنلاقي حالنا كثير منيح. خلينا نشوف شو عم بيصير بأوروبا، بنلاقي حالنا كثير عاطلين. بقى نحن أنا بتصور لازم نضل نشكر الله إنه ما عم نقتل بعضنا، لأنه بأقل من هيك بكثير كانت تصير حروب بلبنان. لذلك اليوم كتر خير الله إنه بعدنا واعيين إنه نخلي مشاكلنا داخل التركيبات المؤسسات الديمقراطية، وأنا بتصور هذا الإنجاز بهذا الموضوع. مع الوزير لابد من الإشارة هنا إلى أن لجنة البيان الوزاري انتهت من اجتماعها الثالث وحددت موعدا يوم الاثنين المقبل. يعني أنت متفائل بصدور البيان؟ أنا ماني يعني خلينا نقول ماني متشائم، وأنا شايف أنه لابد من الوصول إلى صيغة ما إذا الكل عنده نية. وأنا بعرف أنه 8 أدار يعني ما بعرف في عند 14، بس عند 8 أدار دائما كانت نية التسهيل موجودة، نية الانفتاح موجودة، نية الوفاق الوطني موجودة. وإذا بدي بس هيك أعطي شكل بهذا الموضوع، التسمية تبع الوزراء تبع 8 أدار بتأرجي نيتهم بالوفاق، تسمية 14 أدار ما بعرف قديش هي تسميات وفاقية. يعني كنا نحن عنا ناس استفزازيين كنا بنقدر نسميهم. بقى لذلك أنا بتصور إنه نية 8 أدار دائما وفاقية. طيب يعني معنى ذلك هل هناك علاقة بين ولادة الحكومة والاستحقاق الرئاسي؟ هذه الحكومة يعني خلينا نقول كيف إجا محل ما وصلنا له اليوم. يعني إذا بنطلع من 10 شهور 11 شهر استقالت حكومة الرئيس مئاتي، أصبحنا أمام حكومة مستقيلة. استحقاق الرئاسي قرب، يعني ب 25 أدار ب 25 أيار الاستحقاق الرئاسي بينتهي ولاية الرئيس سليمان. 25 أدار ناس بتعتبر أنه مال الدستورية قبل انتخاب الرئيس هي شهرين، الرئيس بالرئالة 10 أيام، بس نعتبر أنه بيكون في وجهتين نظر بكرة. يعني إحنا أمام مأزق أمام الاستحقاقات اللي عم نقرب له. الرئيس سليمان قال أنا سأؤلف حكومة قبل رحيلي. يعني كنا أمام أم تؤلف حكومة أمر واقع أو حكومة حيادية أم حكومة اتفاق وطني. نحن ولا يوم ما ندينا بحكومة اتفاق وطني. عندما قبلوا بحكومة اتفاق وطني أصبحنا قدام أمر واقع أنه يجب أن ما كنا ظنين نحن أنه ما حيألفوه، حيضلوا يجرونا تيوحوا على حكومة أمر واقع أو على حكومة حيادية. يلي صار بهالمرحلة أنه الكل تفهم وخاصة فريق 14 أدار أنه ما حدا بده يروح الى مشكل، خلينا نروح نمرق هالمرحله بوفاق تنشوف شو عم بيصير حولنا، شو عم بيصير بالعالم، شو عم بيصير بالمنطقه. ومن هون انا بتصور الكل توافق على انه حكومه وفاق وطني هي الضروره بهالمرحله يلي ستولد فيها حكومه بكل الظروف. هلا بتقولي لي لها علاقه بالاستحقاق الرئاسي؟ يعني هل هذا ينسحب على الاستحقاق؟ يعني هل تتوقع ان يجري الاستحقاق الدستوري الرئاسي في موعده الدستوري؟ هلا خليني اقول لك شغله، انا ماني شايف صفقه اولا. يعني دائما ما هو اذا اثنين اتفقوا على فتح طريق بمنطقه مسكره بيقولوا لك تمت الصفقه. انا لا ارى صفقه بهذا الموضوع، انا ارى هيدي شغله استجدت قدامنا هي الاستحقاق الرئاسي امامه حكومه مستقيله رئيس جمهوريه ما راح يطلع بلا حكومه، اتفقوا على هي المرحله. هلا المرحله الثانيه هي استحقاق الرئاسي بموعده. أنا رأيي أنه الانتخابات عند قبل ما تنتهي ولاية الرئيس سليمان سيدعي رئيس مجلس النواب إلى انتخابات رئيس. أنا هذه ما تنع فيها. هلأ ينتخب رئيس أو لا ينتخب رئيس بدك تشوفي فيك تأمني التلتين أو لا. أمنت التلتين، حدا أخذ التلتين أو لا. بعد ما حدا أخذ التلتين حدا رجع عمل النص أو لا. يعني واحد بده يشوف كل هول. يعني أنا عندما أسمع كلام أنه الاستحقاق بموعده إيه؟ أنه بيصير في دعوة، بيصير مثل ما صار ب 88. أنا دائما نذكر بوقت اللي رئيس جميل خلصت مدته حاولوا راحوا على مجلس مرتين ثلاثة، وكان الله يرحمه جدي الرئيس الفرنجي مرشح وما حدا قدر جاب لا التلتين ولا النص، ولذلك أصبح في فراغ. هلا هيدي أنا شايف مرحلة دعوة إلى الانتخابات، ذهاب إلى الانتخابات، هلا شو بيصير؟ حدا بيجيب النص، حدا بيجيب التلتين. معالي الوزير، لقاء الجنرال عون والرئيس حريري بروما، هل ما بتعتقدوا
فتح المجال لمفاوضات على الأقل حول الرئاسة. أنا بعتبر إنه لقاء جنرال العون مع الرئيس الحالي أنا ما اطلعت عليه، بس ولكن بالشكل عم بحكي بالشكل اللي شفته أنا، إنه ليش دائما بدنا ناخده سيء؟ أنا بنعتبره بالعكس انفتاح وجيد، وليش دائما وقت الآخرين بيفتحوا بنقول هيدي انفتاح، وقت اللي احنا بنفتح بنقول هيدا تآمر؟ يعني أنا بتصور منطق التآمر بهذا الموضوع أنا بعتبر لازم ينشال من الموضوع، هيدا واحد. بس ولكن أنا أرى بهذا الموضوع إنه رئيس الحريري قال نحن مع رئيس قوي، أوكي نشكره وكتر خيره، ولكن بس نحن بدنا نكون مع رئيس قوي. يعني المشكلة هي إنه ما أجوا رؤساء ضعاف إلا لأنه نحن وافقنا، يعني قال له لولا رضا المظلوم ما في ظالم. بقى لذلك إنه أنا أرى إنه هذا اللقاء أوكي يعزز فرصة الرئاسة بالتركيبة اللبنانية، أما طرح الرئيس بيجي من صلب إذا بدنا نعتبر الجسم الماروني يعني والمسيحي عموما، وهو يعني كتار ناس بيجوا بيقولوا لك الرئيس يجب أن يكون منفتح، طيب أو يجب أن يكون غير استفزازي، طب هيدي ما بشوفها المواصفات دائما، هيدي تنجيب الرئيس الضعيف مبلش نحط له مواصفات هيك عموميه منفتح وغير استفزازي و اذا بدنا نعتبر حكم وما بعرف شو. هول انا بعتبر هول مواصفات شكلها حلو مضمونه، انا بعتبر ليه؟ لانه بقول لك شو بدك رئيس استفزازي؟ لا، بس انا عم بطلع هاي المواصفات. الشيخ سعد الحريري هو رجل سياسي محترم بالبلد كلنا بنحترمه، بس بفترات من الفترات ما كان استفزازي، بفترة من الفترات. الرئيس بري صديقنا وحليفنا وخينا بفترة من الفترات كان يستفز الطوائف الآخرين. بقى لذلك أنا بعتقد أنه الرجل السياسي الذي يمارس السياسي مش يلي قاعد بيعمل حياة اجتماعية، يلي بيمارس السياسي أوقات بيكون منفتح، أوقات بيكون استفزازي، أوقات بيكون طائفي، أوقات بيكون وطني، أوقات يعني عم نحكي أهم شيء هو أنه الرئيس يجب أن يكون أن ينفتح على الجميع، بس مش يجب أن يكون أصلاً منفتح، وأنه إذا بحياته كان عنده شيء موقف قاسي بيصير هذا رئيس استفزازي. وهيدا وأنا بقول لو هيدا هالمنطق منطبق على كل الرؤساء أوكي تعالوا تناقشوا، بس إذا منطبق بس على مؤرنة ليه؟ وهذا بيقول لك هو الرئيس اعلى منصب، خي خذوه اذا اعلى منصب ما بدنا اياه، يعني هلا اعلى منصب كيف؟ انه مثل بيقول له مثل اللي يعني صخري. مثل اللي بده يشيله من الجيش بيرقي خشي بيعطيه مهيب وبصير ما عنده فصيله تحت منه. صحيح. يعني نحن اللي عم نقوله انه الرئيس يجب ان يكون يمثل فعليا التركيب المسيحي، يكون منبثق من جسم هذه التركيب الحقيقية السياسية المسيحية. هذا يعني أنه المسيحيين يجب أن يتفقوا على رئيس بهذا الشأن؟ ما بقول يجب أن يتفقوا، يجب يتفقوا عن المواصفات. على المواصفات لازم يتفقوا عن المواصفات ولازم يتمسكوا بهذه المواصفات. وأنا بقول للمسيحيين هون يلي هني أنا ونحن وأنت وكلنا أنه تمسكتوا بقانون 60، كان قانون 60 إذا بدنا نتذكر بعد 2005 وهم، أصبح مش من الماضي، أصبح من المستحيلات وجبناه. تمسكنا بقانون الأرثوذكسي ما قدرنا جبناه، بس ما قدروا يعملوا قانون بلينا. إذا تمسكتوا بمواصفات رئيس قوي ما بيجي. شو هي المواصفات إذا بدي أسألك؟ يعني أنا بقول لك أن يكون يمثل، يعني يكون منبثق من جسم المسيحي. يعني اليوم المواصفات تنطبق على 5 6 10، بس ما بتنطبق على 200. بيقولوا لك طيب فلان ما بيحق لهم، بلا كل ماروني على التذكرة، وللأسف يعني ما عم بقول هيك، بس كل ماروني على التذكرة ماروني بحق له يعمل رئيس جمهورية لبنان، وكل سني بحق له يعمل رئيس حكومة، وكل شيعي بحق له يعمل رئيس مجلس. بس ما معناتها انه اذا جبنا ماروني لا يمثل معناتها الموارنة تمثل. يعني 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 هذا اللي نحن عم نقول، بدنا ماروني يكون يحق له بالقانون ويكون يمثل ويكون بالنتيجه تحس حاله المسيحيين. وكان بايع، انا بدي اخذ كلام لرئيس سعد الحريري اللي بيقول انه يجب ان ياتي رئيس قوي، نتمنى نحن، وهو يؤيد
وثيقة بكركي، أنا أتمنى أنه بدنا نأيدها بكرة بنوصل، بس نوصل على تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية بدنا نشوف بده يأيدها، بس نوصل على التمثيل الحقيقي في مجلس النواب، يعني المناصفة الحقيقية القانون بدنا نشوف بده يأيدها. ما هو التأييد أنا فيني أأيد شو ما بدك، ما هيدا قال له بتطلع بتجيب له الإنجيل بتقول له حلو بيقول إجا الفرج، ما بتعرف هي القصة. بقى بدك تشوف وقت بنوصل على التفقيط قد ايه بدنا نأيدها. سنتوقف قليلا مع تقرير محطات في حياة معالي الوزير سليمان فرنجي ثم نتابع الحوار. النائب سليمان فرنجي مواليد صغرطة 18 تشرين الأول 1965، والده الوزير والنائب الشهيد توني سليمان فرنجي، جده فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الراحل سليمان فرنجي، له ثلاثة أولاد توني باسل فيرا، متأهل من ريما قرقفي. بدأ حياته السياسية في سن مبكرة عام 82 كقائد تنظيم المردة وهو لم يبلغ بعد 16 من العمر. تحول معه تنظيم المردة إلى مؤسسة تعنى بالسياسة والثقافة والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئية بعد أن حلت الميليشيات اللبنانية عملاً باتفاق الطائف. دخل المجلس النيابي للمرة الأولى العام 91 وكان أصغر النواب سناً. انتخب نائباً في دورة 92 وأعيد انتخابه في دورتي 96 و2000. ترشح في دورة 2005 ولم يفز في الانتخابات النيابية التي جرت على أساس قانون 2000. فاز في الانتخابات البرلمانية عام 2009 مع لائحته التي ضمت النائبين سليم كرم وإصطفان الدويهي. يترأس كتلة لبنان الحر الموحد التي تضم إلى النائبين الدويهي وكرم النائب إميل رحمي. تولى عدة حقائب وزارية من العام 90 لغاية العام 2005، ومنها وزارة الصحة العامة ووزارة الزراعة، وكان آخرها وزارة الداخلية والبلديات في حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2005. في عام 2006 أطلق تيار المردة في مهرجان رسمي وشعبي حاشد. في العام 2009 أطلق أكاديمية المردة للقيادة وهي مدرسة تدرب وتثقف كوادر التيار. من هواياته التصوير الفوتوغرافي، الطيران، البحر والغطس، الصيد والتزلج. يتميز في حركته السياسية بالبراغماتية والعقلانية ويملك حدساً مرهفاً في مقاربة المشاكل والحلول. بعد عندي سؤال عن الحكومة. هالشراكة اللي صارت مبدئياً لازم يكون في تضامن. اليوم اللي عم نشوفه من قبل سعد الحريري وتيار المستقبل تجاه حزب الله، يعني امبارح هيك بدي اقول لك انه بمعرض ادانته لتفجير بئر حسن حرفيا قال ان وجود حزب الله في سوريا غير مقبول ويؤدي الى توريط لبنان في محاور نحن في غنى عنها. يعني حتى امبارح بعدها الشراكه مهزوزه. فما رايك بمواقف المستقبل تجاه حزب الله؟ هذا سؤالي. يعني انا بتصور هذا موقف سياسي، او بدنا نرجع نتشي كانوا يقولوا نحن هذا اتهام سياسي، واتهام سياسي وقت بيكون اتهام قضائي اتهام شخصي بصير اتهام سياسي. يعني انا برجع باكد هون انه ما صارت الصفقة، ما هون بيرجعوا بيقولوا صارت الصفقة بين حزب الله وتيار المستقبل وبين السعودية وبين ايران وبين روسيا وبين امريكا. انا بقول لك شغله انه بعض الامور عم تنقسم،
بعد الخريطة عم تنقل تم الشرق الأوسط كلها جديدة. يعني نستطيع أن نقول هناك خلط أوراق مثلا. أنا أتطلع نحن اليوم بلبنان، بلبنان يلي عم نتفق عليه دايما، وهو هذا أهم شيء، أنه بهالمرحلة السوداء بمنطقة الشرق الأوسط نحن عم نجرب ما نقتل بعضنا. هلأ وجود تيار حزب الله بسوريا يعترض عليه تيار المستقبل، اوكي طالما عم يعترض بالسياسة هذا حقه، ولكن كمان نحن لنا حق نقول انه لماذا وجود حزب الله بسوريا؟ لانه هذا حرب، اذا بدنا نعتبر بهالمنطقة هي حرب طائفية مذهبية، ومستهدف سوريا من خلال نشر فكر طائفي تكفيري معين، وعندما انا اكون مستهدف بشو انا بامن وبشو انا خلقت بصفي مضطر دافع عن حالي، حتى لو ما كنت انا يعني لو عم بستهدف كفكري السياسي شيء، واذا عم بستهدف انه لاني انا خلقت ماروني شيء اخر طبعا. لذلك انه بعدين انا بدي ارجع يعني لكلام السيد حسن نصر الله، قال شغلي ما حدا جاوب، لانه دائما بيجاوبوا على اللي بيعجبون، ما بيجاوبوا على اللي بيعجبون. وانا بتصور لقيتها كثير حلوه هذا الجواب، هو انه خيي التفجيرات يلي عم بتتم بلبنان عم بيكون في عندها شرطين، اول شرط اخراج حزب الله من سوريا، ثاني شرط اخراج الاسلاميين والتكفيريين من السجون في لبنان. يعني طيب ليش هيديك؟ لان مش عجبتكم، مش عجبتكم ما بتخبوها، وهيدي لانه عجبتكم بتظهروها. يعني هون بعدين نهر البارد صار ما كان حزب الله بسوريا، طب هولي نفسهم الضمنية سنة 2000 صارت ما كان حزب الله بسوريا وقت اللي فتحوا بطن المرابك في الحبوب وزتوها من الشباك. يعني أنا بتطلع هذا، يا بدنا نآمن إنه هذا فكر، إذا أنتم معتبرين بسحبة حزب الله من سوريا بتضعفوا النظام السوري عم تغلطوا، وإذا أنتم معتبرين إنه بانسحاب حزب الله بسوريا بينتصر هذا مشروعكم، هذا الفكر ألغى مشروعكم وأقوى من مشروعكم وأقوى من كل اللي رهنتوا عليه، ورح يلغيكم أكيد، يمكن بعد ما يلغينا بفشخة، ويمكن مع بعضنا ويمكن قبلنا. لذلك أنا أعتبر إذا بنحط إيدنا بإيد بعضنا لازم نحط إيدنا ببعضنا تنقتل هالفكر من هون لباكستان. مش وأنا برأيي ما عاد، لأنه هذا الفكر ما عنده جغرافيا، هذا الفكر منتشر، ما اسمه دولة العراق والشام، اسمها داعش دولة العراق والشام، هذا الفكر، وبيقولوا لبنان قد جهات، وقالوها قبل مشاركة حزب الله بسوريا. ولذلك أنا أعتبر أنه اليوم إذا أنت عم بيستخدموا إذا أنت مستهدف بمشروعك السياسي، ما في قراءة عن كل واحد، ما كل واحد إذا نتفي هيك بيوسع أفقه شوي، وقت بيقول بيطلع هيك أنه هول جايين يسيطروا على سوريا، طب هون بالنسبة لهم لبنان شوكي بخاصة سوريا، خلينا ناخده بالطريق. يعني مش انه اذا نحن حيدنا حالنا، طب امبارح راح بيت معلولة حيدوا حالهم، معلولة شو صار فيها؟ معلولة بيقولوا بيخبروك ترك النظام، لا ما شال ايده عنا النظام مش هناك فاتوا عليها، طب مصلحتهم انه يفوتوا عليها؟ مصلحتهم ما يفوتوا عليها، بس ايمانهم وعقيدتهم اقوى من مصلحتهم. وبذات الوقت راح بيت معلولة والسياسيين او الجو اللي قائم على معلولة شو جاي يقول؟ تركونا ما تفوت يا جيش، لأنه نحن بتعرضونا، نحن بدنا نكون حياديين وبدنا ننقب نفسنا. ومع ذلك طيب شو صار؟ للجيش فات حماهن واجوا التكفيريين أخذون. طيب شو صار؟ شو المطالبة ما بين بيت معلولة ولكن عم نحكي فيها؟ بدون سجناء الإسلاميين في سجن قومي. طيب. لذلك أنا بعتبر إذا أنا حيدت حالي كمسيحي، يا هل ترى الاخر عم بحيدني؟ اذا حيات حالي كلبناني الاخر عم بحيدني؟ سعد الحريري مع احترامي له وللالقاب، اذا انتصر هذا الجو التكفيري هو بيتحيد؟ طب من عم بيتحمله؟ من عم بيتحمله جبهة النصرة؟ نعم. ومن عم بيتحمله الجيش محمد تيتحمله فكر من تيار المستقبل؟ شنو ما بين تيار المستقبل هو تيار معتدل الى حد ما داخل الأوقات بزيد، وهي المزيدة هي وصلتنا لهون، بس أنا بقول تيار معتدل. طب اسمحوا لي يجب أن ننتقل الآن إلى استوديوهات الميادين في بيروت لنستمع إلى موجز للأخبار، ثم نعود إلى متابعة الحوار.
مجددا أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الجمهورية 2014. كان لكل انتخابات رئاسية في لبنان قصة تتقاطع فيها العوامل الداخلية والتأثيرات الخارجية، ففي العام 43 اشتد التنافس على رئاسة الجمهورية بين إميل إدي عميد الكتلة الوطنية وبشارة الخوري رئيس الكتلة الدستورية، فتدخل المندوب البريطاني الجنرال سبيرس عارضا انسحاب المتنافسين لصالح واحد من أربعة: كميل شمعون، حميد فرنجي، يوسف اصطفان وأمين السعد. وافق بشارة الخوري على الانسحاب لصالح كميل شمعون، غير أن المندوب الفرنسي رفض هذا العرض وفضل دعم بشارة الخوري على التوافق حول كميل شمعون. انتخب بشارة الخوري رئيسا للجمهورية في 21 من أيلول العام 43 بدعم مكشوف من بريطانيا، ونال أصوات 44 نائبا، وعارضته أقلية في مقدمها إميل إدي وكمال جنبلاط. وكان بشارة الخوري عقد اتفاقا مع رياض الصلح قبل يومين من انتخابه، وتوافقا فيه على الخطوط العريضة لما سيعرف بالميثاق الوطني. لنشاهد الآن تقريرا حول أبرز أحداث عهد الرئيس بشارة الخوري. شهد عهد بشارة الخوري سلسلة من الأحداث. في أيلول من العام 1943 شكل رياض الصلح أول حكومة في عهد بشارة الخوري، التي ألغت في 7 من تشرين الأول المواد الدستورية العائدة للانتداب الفرنسي. في 1943 اعتقلت القوات الفرنسية بشارة الخوري ورياض الصلح وعددا من الوزراء واحتجزتهم في قلعة راشية. في 1943 عمت التظاهرات والإضرابات المناطق اللبنانية، إلى حين تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في 22 من تشرين الثاني، والذي أعلن عيدا للاستقلال. في أيار من العام 1948 جدد المجلس النيابي ولاية ثانية لبشارة الخوري اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته الأولى في 21 من أيلول عام 1949. في تموز من عام 1949 قام الحزب السوري القومي الاجتماعي بمحاولة انقلاب فاشلة أدت إلى إصدار حكم من المحكمة العسكرية بالإعدام بحق رئيسه أنطونس عادي وتنفيذ الإعدام في 8 من تموز. في تموز من العام 1951 اغتيال رياض الصلح في عمان على يد عناصر تنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. في كانون الثاني من العام 1952 تدهور الوضع الأمني والسياسي، ونظمت المعارضة سلسلة من الإضرابات شملت كبريات المدن اللبنانية مطالبة برحيل بشارة الخوري. في أيلول من العام 1952 استقال بشارة الخوري تفاديا لإراقة الدماء، وعين قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسا لحكومة من 3 أعضاء. وفي أيلول من العام 1952 انتخب مجلس النواب كميل شمعون خلفا لبشارة الخوري. لنعد معالي الوزير إلى أيامنا، إلى اليوم. قبل ذلك في العام 89 أيدتم اتفاق الطائف على أنه مرحلة انتقالية، ولاحقا ناديتم بتعديلات. اليوم ما هي هذه التعديلات التي ناديتم بها بعد 25 عاما على تطبيق الطائف؟ ربما لم يطبق كله يعني، ولكن بعد 25 عاما ما هي هذه التعديلات؟ يعني وقت نعمل اتفاق الطائف، خلينا نعتبر أولا يعني
كي نكون إذا بدنا نعتبر عم نطلع بموضوعية للأمور. عملوا مجلس النواب عمره 20 سنة. نعم. وهذا المجلس النواب هلا اتفاق الطائف شرعي قانوني وكل هذا، ولكن ما كان يمثل واقع الحالة اللبنانية، ولكن اتفاق كنا نقول للخروج من الأزمة اللبنانية ومن الوضع الذي كنا عليه، كان يجب أن يكون هناك دستور جديد للبنان واتفاق جديد للبنان. وما فينا كمان ننسى نعمل، وخاصة بما يخص رئاسة الجمهورية، نعمل وكان محطوط شبح العماد عون في بعبدة فوق رأس الكل، وكان عم بنعمل كيف نستطيع أن نقتلع العماد عون من بعبدة، وكيف أنه ما يرجع يحدث اللي هذا صار. يعني من هون أنا بتذكر عدم حل مجلس النواب، انحط كمان لأنه كان بوقت حل مجلس النواب العماد عون، انحط بعدين ما بيحق له يرفض مرسوم، يعني كانوا كله عم بينحط كأنه جواب على اشياء مارسها العماد عون. وهون أنا ماني عم بحكي يعني حدا، عم بحكي شو صار بوقتها. انحط مثلا أمور كثيرة على رئيس الجمهورية. من هون نحن وقت المنطالب بإعادة تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، عم نقول بوقت لبنان كله سوا مرتاح بجو، نحن قاعدين عم نتحاور بجو سليم، نرجع نشوف أنه يعني على ضغط التجربة الجمهورية. إذا نحن بدنا إياه حكم، إذا بدنا إياه حكم مثل ما عم نحكي، إذا بدنا إياه حكم ما لازم كمان نعطيه صلاحيات انه يقدر يكون حكم فيها. نعم. وبذات الوقت انه ليش دائما يعتبر اعطاء صلاحيات لرئيس الجمهوريه هو اضعاف طائفي في لبنان؟ يعني انا بعتبر، وانا ما بدي اعتبر انه اذا ما اعطيتوني صلاحيات هو اضعاف للطائفه المسيحيه. يعني بذات الوقت، يعني خلينا ناخذها عكس، طيب عدم أو رفض إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية كصلاحيات الرؤساء الآخرين، ما بدنا نقول تاخذها منهم تعطيها، يا أخي يعطي نفس الصلاحيات، يعني رفض مرسوم هاي الصلاحيات ما أنا موجودة عند بس رئيس الحكومة. يعني وكأنه إضعاف لهذه الطائفة. موجودة عند مدير عام، موجودة عند وزير. عند وزير. الوحيد اللي ما عنده رئيس جمهورية، طب إذا أعطيتها لرئيس الجمهورية. نعم. إنه بنكون عم نضاعف الطائفة السنية، هذا الجو النفس يلي انحط عند إخواننا السنة. انه اي شيء بيقوي رئيس الجمهوريه بيضعف السنه، مش صحيح. اي شيء بيقوي رئيس الجمهوريه بيقوي لبنان، اي شيء بيقوي رئيس الحكومه بيقوي لبنان. وبذات الوقت هذا المنطق، طب نحن المسيحيين ما اعتبرنا انه اذا اخذتوا لنا صلاحياتنا ضعفتوا المسيحيين. يعني ليش بده يعتبر دائما انه اذا رديتوا لنا صلاحياتنا او رديتوا لنا بعض صلاحياتنا او صلحتوا لنا صلاحيات رئيس الجمهوريه على شتوها بطريقه انها تكون تحفظ كرامة هذا الموقع يلي هو بيمثل كل اللبنانيين، بتكون هل غلط. نعم. هيدا نحن اللي أكثر شيء يعني هاممنا. وفي كذا شغلة بدها تعديل بالطائف تقنية، يعني مثلا أمور صلاحيات الرؤساء متشابكة ببعضها، توضيحها، تركيزها. الطائف بعدين إذا بدنا نجي نتذكر وقت انعمل سنة 89، انعمل إنه في اللبنانيين، وكان إذا ما زبطت في الوصي، طيب راح الوصي فاتوا ببعضهم. يا أخي خلينا نعمل وصي لبناني، إذا تركنا هالصلاحيات المتشابكة بصير بدك دايما وصي. ليه ما بنعمل هالوصي بطريقة بالقانون يكون لبناني، بالدستور يكون لبناني؟ وأنا بعتبر تعديل الطائف بإيجابية، يعني ما نحن عم نقول تعديله بانتقام أو بنكيات أو بردة فعل، أنا برأيي رح يرجع بعد 10 سنين و15 سنة يعمل مشكلة. طب انطلاقا من ذلك، هل تعتبر أن جمهورية الطائف ما زالت قابلة للحياة أم هي في طور الاحتضار؟ أنا أعتبر أنه نحن لن نقول إلغاء اتفاق الطائف، بتصور نحن منكون منا واقعيين أولا، ومنكون عم نشتغل عملك بكيدية وبسلبية. نحن عم نقول تعديل اتفاق الطائف بإيجابية بين بعضنا. يعني اليوم أنا بدي يفهمني الشريك السني والاخ السني انه خيي انه كرامتك من كرامتي، بس كرامتي لازم تكون من كرامتك. يعني مش انه بذات الوقت انه انا اذا انا استعدت جزء من حقي او استعدت كرامتي هو انتقاص من كرامتك، هذا اللي عم بيصير. لنبقى في هذا الاتفاق، ما الذي يمنع النظام في لبنان من الانتقال من نظام
طائفي مذهبي إلى نظام عصري مدني، ما الذي يمنع؟ يعني أنا بدنا كتير، يعني أولا مثل اللي عم بتقولي لمثلا تاجر الدجاج أنه سهل أنه ينفتح مزرعة الدجاج طويلة عريضة حدك، أو إذا واحد أو إذا بدك يعني عم تطلبي عم تطلبي من صاحب المصلحة هو يضرب مصلحته. ما كل السياسي والسياسيين في لبنان مبنيين على أساس طائفي، عم تطلبي منهم تعملوا دولة مدنية؟ شو بيشتغلوا بعدين؟ أنه هون هيدي بدها الشعب، والشعب اليوم أنا الشعب مقسوم كما السياسي، بس الشعب مقسوم طائفيا. ما المشكلة تغذية هذه الروح الطائفية كمان هي تقتل الدولة المدنية. صحيح. كل يوم أكثر من يوم وتقتل الفكر المدني. أنا بعتبر الفكر المدني للأسف للأسف خاصة بالجيل الشباب اليوم هو أقلية. الفكر الطائفي حتى إذا واحد بيقول بدنا دولة مدنية، أنا عم بيجوني شباب معنا دولة مدنية، هاي بتكون كتير منيحة على المسيحيين. طيب انه مثل ما بيقولوا دوله مدنيه كثير منيحه، دوله مدنيه بتكون منيحه على لبنان، يعني دوله مدنيه احنا بنقوى فيها المسيحيين، يعني بيجي واحد ثاني دوله مدنيه بتضرنا كاسلام، انه ما هيدي ما انا عم فكر حتى بالدوله المدنيه من منطلق طائفي، لذلك انا بعتبر بده شي يوم، وانا بتصور شي يوم رح يجي، حدا يا يفرضها يا الواقع الشبابي يوم من الايام، اذا مش نحن، لانه اذا بترجعي تسمعي بال 1900 بتسمع ثورة الشباب، وبال 1920 ثورة وهول الشباب صاروا اختيارية وعدوا وكانوا وماتوا، وضلنا نسمع ثورة الشباب. يمكن شي ثورة شباب هلا بعد 50 سنة بعد 100 سنة يمكن أبدا، بس يوم بدها تجي تقول بدنا نعمل اقتراح. الاقتراح يلي أنت كنت متمسك فيه هو إقامة تشكيل الهيئة الوطنية لدرس لاقتراح كيفية إلغاء الطائفية. ما هو نحن دائما كنا نقول تعتبره خطوي، كان دائما في لعب على الكلام، وهو بالطائف كمان هيدي انحطت لغم أنه حط بالطائف إلغاء الطائفية السياسية والعمل على الوصول إلى الطائفية، إلغاء الطائفية. إلغاء الطائفية السياسية هو تكريس الطائفية، هو يعني شو؟ انه ما بعيد فيك تترشح على اساس طائفي بس تنتخب على اساس طائفي، يعني هو المشكله بالفكر الانتخاب. لا. يعني انا اليوم انا برجع باخذك لل 2005 لانه جايش ضدنا طائفيا، انفردت المسيحي كله انتخب معنا او الاكثريه، والمسلم اكثريته انتخب ضدنا لانه الفكر الطائفي مش طيب. انا اليوم اذا قلت لك ممنوع يعني في ترشح مسيحي عن مقعد سني بطرابلس كما في ترشح سني عن مقعد مروني بزغرتا، صار العدد بيطلع، اذا العدد مجيش وطائفيا بيطلع هيك. يعني انت شو عم تقول بالطائفيه السياسيه انه الغاء من المراكز وبقائها بكل السيستم الثاني؟ هيدي غلط. اي قانون انتخاب بذهنك؟ قانون الانتخاب يعني رح اقول لك شغله، قانون الانتخاب وهون نرجع نحكي عن قانون الارثوذكسي، وقت انطرح انطرح صرخه، انطرح اذا بدك تعتبر الواقع هذا هو، تعالوا لا بقى نضحك على بعضنا، لا بقى نحط رميد بعيون بعضنا، تعالوا نطرحه مثل ما هو. الهدف هو التمثيل الحقيقي لكل الشرائح اللبنانية، يعني بيقولوا مثلا هذا للمسيحية، لا هذا للشيعة وللسنة وللدروز وللمسيحية ولكل الأفريقاء في لبنان، يعني هذا منه معمول يعني شيعي بينتخب شيعي والسني بينتخب سني، دايما بقول هذا للمسيحية. هلا أنا رفض، أوكي أنا رفض، بس بتقلي هذا صرخة، عم نقول نحن عنا نص هالبارلمان 64 مسيحي 64 مسلم، نحن عم نقول 64 مسيحي يكونوا فعلا بيمثلوا بشكل او باخر مجتمعهم، كما او اما ما تسموهم 64 مسيحي، سموهم 64 لبناني، تعالوا نحكي 64 لبناني او 128 لبناني ونحكي بغير رضا، بس انت عم تقول لي 64 مسيحي وانت حصتك بلبنان كمسيحي، واذا رحت على الجيش تقول لي حصتك مسيحي، واذا رحت على الدرك تقول لي حصتك كمسيحي، واذا رحت على الاداره وبعدين بتجي بتقول لي هول بيمثلوك بس هن ما بيمثلوني. لذلك انا اعتبر انه نحن بدنا بشكل او باخر قانون يكون بحسن التمثيل المسيحي الى بطريقه واقعيه ومنطقيه، ما نحن عم نطلب بطريقه شاذه ولا بطريقه عوجه. نحن عم نطلب، وانا بقول لك قانون الارثوذكسي هو صرخه، هو اعوج، هو منه طريقه تفكيرنا الحقيقيه، ولكن صدمه. ولكن بدنا خيي انه محل ايه بدك صدمه تقول له انه تعال خيي بدنا نتفاهم نحن هيك على انت مرشح لرئيس الجمهورية؟
أنا قلت شغلي عم تسألني سؤال. أولا تستطيع أن تنتخب رئيس دون أن يترشح، هذا واحد، هذا الدستور. أنا هذا الدستور، تستطيع أن تنتخب من تشاء رئيس دون أن يترشح. وأنا بلاقي أنه نحن متفقين سنذهب بثماني أدار بمرشح واحد، أو إذا ما بدي أقول بثماني أدار، يمكن بثماني أدار في ناس تقول لك أنا ما بدي، بس أنا كسلامين فرنجي أنا مرشح واحد. أنا مرشح واحد. جنرال عون قال إنه ليس من ثماني أدار. يا أختي راح نروح بالجنرال عون أينما كان. أي صفة. نحن من أيدو لجنرال عون، رايحين معه على الانتخابات، وإن شاء الله نقدر يوصل لجنرال عون، وكلنا معه وكلنا حده. من ترى صاحب حق في البصور؟ أي شيء بده ينطرح بعدين، يعني فرضي على بكره وصلنا ما بيصير شيء الا بالتنسيق مع الجنرال عون. يعني 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 وبعدين ما بدي حدا يفهم اني انا يعني على بكره بدنا نتفق على رئيس اخر بيصير بالتنسيق مع الجنرال، بدنا نلغي نعمل فراغ بالتنسيق مع الجنرال عون. يعني عم بقول لك هذا اذا لا سمح الله ما انتخب الجنرال معالي الوزير، يعني عم بقول لك بده يجي يخصم. نعم اوكي، بنكون نحن والجنرال عون بصف واحد بمواجهه هذا الخصم الديمقراطي. في الأوساط الإقليمية والدولية يتداول اسم جان عبيد بقوة، ما رأيك؟ يعني ربما 14 أو 8 ربما لم ينالوا الحق. لكن جان عبيد صديق وخي، وأنا بكون كثير سعيد إذا أجا رئيس. بس أنا عم بقول لك أنا ألتزم بالمواصفات اللي بدها تنحط ضمن هالأربعة ببكركي. نحن حنكون أربعة، هاي المواصفات لرئيس الذي سيأتي. يعني عم بقول له بده يعذرني جان عبيد، بده يعذرني جان قهوجي يلي هو كمان صديق وخي، وبده يعذرني كل انسان. انا في اربعه بدنا نجتمع ببكركي، في اكثريه في اقليه، شو بنتفق عليه؟ مثلا عم نقول وقت بنقول احنا بدنا رئيس قوي وبدنا، ما فينا نجي نقول بعدين انه انا عندي قوي. ولكن انا عم بقول لك انا المواصفات اللي بتنحط انا ماشي فيها. من هو اللاعب الاكبر في الانتخابات الرئاسية، الداخل أم الخارج؟ اليوم نعلم من كان. أنا رأيي اللاعب الأكبر هو صاحب الحق. هو صاحب الحق. إذا صاحب ماذا الحق يعني اتنازل ذلك؟ اتنازل تفرض طلابة. فينا لك شغلة، فيها الدول إذا بتتغير تقتلنا، فيها تقتل، فيها تلغي، بس ما فيها تغير رأي، فيها تغير قناعة، ما فيها تغير صلابة. أنا بقول لك إذا اليوم المجتمع المسيحي اقتنع أنه يجب أن يكون المسيحيين موحدين وراء رئيس قوي شيء، وإذا اعتبروا أنه شو ما صار بدنا رئيس عبولنا هالمركز مثل ما بيصير كل مرة. شو بيصير؟ بكرة مثلا نوصل على أول جلسة ما بنتفق، بيصير جمعتين فراغ، شو بيصير المزاج المسيحي؟ ممكن خيي شو ما كان عبولنا إياه ما ممكن تقبل بالتمديد؟ أنا مش ماشي بالتمديد، غيري ما بعرف، أنا مش ماشي بالتمديد، بس ما بدنا نوصل لهالمزاج. يعني رئيس قوي هو هدف، رئيس ضعيف هو مرفوض. الفراغ أو رئيس قوي، رئيس قوي، الفراغ أو رئيس ضعيف، أنا مع الفراغ. أنا بحكي أنا بكون واضح، يعني أنا مني أنت مع رئيس قوي بمطلق الأحوال. أنا رئيس قوي حتى لو كان 14 أدار، انتبه، يعني مش أنا رئيس قوي بثماني أدار وضعيف ب 14 أدار. أنا رئيس قوي، يعني رئيس قوي، يعني بتحمل عواقبها، إن كان عدو أو خصم، ما بدي أحكي عدو، كان خصم أو حليف، أنا مع رئيس قوي. تقبل بسمير جعجع؟ إذا اختاروا أنا عليك بتقول لك شغلي، ما بنتخبه تكون واضح، ما بنتخب معه. واثنين يمكن يكون بالمعارضة بست سنين، بس بعتبره رئيس قوي، يعني مشان ما بعتبره رئيس ضعيف. يعني أنا بعتقد أنه أنا بقول لك شغلي، تقبل به كرئيس قوي؟ بقبل أنه أنا أعترف فيه كرئيس قوي. نعم. هلأ بتقولي لي بروح بنتخبه؟ لا، أنا بقول لك اليوم هو 14 أنا 8. أنا بدي وصل الجنرال عون إلى الرئاسة. إذا ما وصل الجنرال عون، إذا ما وصل الجنرال عون وربحوا 14 أدار، أنا مع يا رئيس. طب هل تعتبر الرئيس ميشيل سليمان ضعيفا أم قويا؟ ضعيف. ضعيف. كيف؟ أنه أنا بقول لك شغلة، خلينا نحكي شغلة، رئيس الرئيس اليوم يعني استطاع، عنده صفتين، عنده صفات دستورية، انتبه لها، بدي شو استطاع يعمل بهول. أنا عم بقول لك استطاع ألف حكومة آخر شهرين من عاد، وهي رئيس قوي. رئيس قوي هو رئيس يستطيع أن يفاوض الرؤساء الآخرين والشريك كشريك،
مش عاجب انه يفاوضوا بيقول لك انا حكم وبيجي هذا بمشي هيك وبيجي هذا بمشي هيك وبعدين بقوي حالي وبدك يعني انا بقول لك شغله انه الرئيس القوي هو الرئيس اللي بيتعاطى كشريك، الشريك بده يكون قوي، وين بده يكون قوي؟ بده يكون حواليه حوله، يعني اولا الصلاحيات، طب اذا ما في صلاحيات وحتى لو في صلاحيات بده يكون جامع حوله ال 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 اذا بدنا نحكي اكيد اكيد عم نحكي اللبنانيين جامعه بس اساسا طائفته اولا يكون جامع حوله يكون عامل اجماع بطائفته او يكون عامل اكثريه بطائفته حوله ويكون منه خايف من الزعامات الاخرين بطائفته معتبرهم منافسين لبل معتبرهم دعم له وانا بعتقد هون بصيروا ورا بفوت وبيكون لكل لبنان بس مش اذا حطهم معه وحده بيكون صار مسيحي وطائفي مش صحيح هذا الكلام انا بعتقد انه بيقوي حاله فيهم وبفوت كلبناني وبيكون منفتح ويجب ان ينفتح بس مش انه منحط المواصفات الرئيس يجب ان يكون منفتح يجب ان يكون حكم انه ايش يعني هيدي اكثر تيكون حكم لازم يكون ما عمل ولا مشكل بحياته لازم يكون ما بيزعل حدا وزيت الوقت ما بيرضي حدا ولازم يكون لا لون ولا طعم ولا هذا او هذا الرئيس اللي بجنن لانه هذا مهم كثير ومين صار مقتنع بهالقصه انا ماني خفزعان انه يكون مقتنع الشيخ سعد الحريري بهالقصه ماني مقتنع يكون مقتنع رئيس نبيه بري ماني مقتنع انه يكون مقتنع حزب الله انا هول ما يعني يمكن هول بفتره من الفترات كان لهم مصلحه هيك بس انا صرت خايف انه كركي مقتنع هيك صرت خايف انه الموارنه مقتنعين هيك انه مثلا بيقول لك مثلا تجي بتسمع من كركي اسامي انه هول اودم خي انا اودم جوزوه ما عندهم اولاد بس جوزوه منكم بس ما تجيبوا تحطوا لنا اياه رئيس بدنا رئيس قوي بدنا رئيس قوي وانا عم بقول لك بكركي صارت عم بتآمن برئيس قوي وهذا هون الأمل هذا اللي بنسند حالنا عليه وأخطر شيء إذا رجعنا لأنه نحن ثلاث رؤساء أمين لحود رئيس أمين لحود إجا رئيس قوي بعدين ضعفوه بس النية كانت أنه يجي رئيس قوي ولكن بس ثلاث رؤساء تغطوا من بكركي واللي أخطر تمديدين تغطوا من بكركي يعني لو ما بكركي غطت ما كانوا بيقدروا الطائف تغطى بكركي الراعي ضد التمديد واضح ولكن بدنا يكون مع رئيس قوي مع رئيس قوي ولا نعتبر انه الرئيس قوي يستفز الاخرين لا الرئيس قوي يستطيع ان يتحاور مع الاخرين من الند للند ويستطيع انه انا برايي اول موارنه واول مسيحيه عموما ويقوي لبنان من خلاله ويكون حكم حقيقي بكل لبنان وثيقة بكركي يعني ممكن تشكل قاعدة إذا ما كان واحد حكم بيرجع كفي وثيقة بكركي ممكن تشكل قاعدة أنا برأيي جزء منها كبير هلا بتقول لي إنه كلها أنا مثلا إنه أنا لبنان لا شرق ولا غرب أنا ما بمشي فيها أنا لبنان شرق لبنان شرق لبنان شرق الحية نحن مسيحية مشرقية نحن منا مسيحيين عندنا شيء بالغرب عندنا يعني نحن شرق أنا هون مثلا ما بيؤمن فيهم إنه أنا لا شرق ولا غرب أنا الحياد أنا بلك بفهم إنه البترك هو كبترك يكون حياد بس أنا ما فيني يكون حياد أنا عندي موقف عندي أنا بطمنه وبدفع حقه من هون بس أنا معه بغير هون بس أنا لا شرق ولا غرب لا مني فيها طيب كيف هي علاقتك بالبطريرك ممتاز البطريرك يعني عم بقول لك شغله باختصار شديد انا ايه باختصار شديد انا لما طلعت على بكركي عني سيدنا البطريرك مثل الوقت اللي اختلفت مع سيدنا صفير كنت اقول مرجعيتنا الدينيه بالسياسيه ممكن نختلف ممكن نتفق نعم وقت طلعت عني سيدنا البطريرك الراعي قلت نفس الكلام وكنت انا خايف انه بكره بيعمل سياسي ما بنتفق معه بكره بيقولوا لا فاجأنا ايجابيا عم بقول لك تفاجأنا انه نحن البطرك الراعي ليس بخطنا السياسي بس البطرك الراعي واقعي واقعي وليس ما عنده عقده من شيء لا عنده عقده من سوريا ولا عنده عقده انه منفتح على الكل وبده يتحاور مع كل العالم ضمن قناعاته وهذا نحن اللي خلينا نكون اقرب بالسياسي وبالدين ما حياتنا بعدنا عن سيدنا صفير ولكن انا بقول لك شغله في امور بقول لك انا هادي عم بقول لك هلا وهو بيفهمني وانا انه انا ماني موافق عليها انه كثير بسيطه يعني بس نعم لابد ان نتوقف ايضا لفاصل قصير نعود بعده الى متابعه هذا الحوار بتذكر انه اول اتصالات عملتها مع الرئيس سليمان الفرنجي كانت قبل انتخابه لرئاسة الجمهورية ومن ثم استمرت هذه الاتصالات وتعمقت بعد
الصدام الذي حصل عام 73 في بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية، وكنت أنا على الدوام بتواصل مع دمشق. بذكر أنه كنت كل مرة روح لعنده تخبره شو صار معي في دمشق، كان يستمع جيدا، يسأل أسئلة دقيقة جدا، ولكن الأهم كان إذا في من موقف أو في من حركة كان يسأل لي السؤال التالي: هل هالكلام آتٍ من عند الرئيس حافظ الأسد؟ لما كنت جاوبه إيه التقيته للرئيس الأسد كان يقول لي على بركة الله، ولما كنت أقول له لا ما التقيت الرئيس الأسد والتقيت عبد الحليم خدام أو حكمة الشهابي كان يقول لي خليني فكر. وشعرت مع الوقت أن ثقته كبيرة بحافظ الأسد، فسألته ليش هالفارق؟ قال لي حافظ الأسد يحب سوريا ولبنان في حين عبد الحليم خديم ما بيحب ولا سوريا ولا لبنان، بيحب حاله. يعني ما كان ممكن نعمل لقاء معك ما نذكر الرئيس فرنجي طبعا. هلا يلي بدي اضيفه انا الى هذا التقرير انه لما كنا عم نحكي بالرئيس القوي بال 69 من بعد شهر الحلو، سليمان فرنجي مثل هذا الرئيس القوي. يعني لما كان بشيل لما كان شهر الحلو كانوا معتبرينه ضعيف، صار مطلب مسيحي لبل لبناني، واجا الرئيس فرنجي على اساس انه هو الرئيس القوي. تقريبا الوضع هلا مشابه. هاي النقطه الاولى، الرئيس هيبه، الرئيس هيبه اكثر من صلاحيات. النقطه الثانيه، انا بعتبر انه الرئيس فرنجي هيدي اهم انتخابات ديمقراطيه صارت رئاسيا للبنان، فرق على صوت. وهيدي كانت ثبتت انه هي اولا مورست ديمقراطيه للاخر، وما كان في هذا التدخل الخارجي اللي كان يفرض انه اجماع ويضبطوه ويقولوا تعالوا انتخبوا. هلا بهالمجال لازم ذكر كمان انه لما وصل الرئيس فرنجي رفع شعار اسمه وطني دائما على حق، وهالقول من 44 سنة. أنا بعتبر أنه اليوم في أنا أقول أنه سليمان فرنجي كان أيضا على حق، وما زال شعاره شعار كل العهود، وممكن كل عهد يوقف يقول وطني دائما على حق. هذا التعليق اللي عندي إضافة إلى التقرير اللي صار. وبالتالي أنا سؤالي مشان نفوت هلأ شوي بالخارج، سؤالي الأول يعني يلي بيطرح بفكري، رأيك ما يحدث في سوريا الآن يضر بلبنان؟ اثنين، إذا صار في مثل ما حكيت بأول الحديث، إذا تسلم التكفيريين الحكم، شو بيصير بوضع لبنان؟ وهل تعتقد أنه ممكن يسقط هذا النظام؟ عم بسأل ثلاث أسئلة مشان اسمع منك، وأنت العارف بسوريا وأنت على تواصل بسوريا دائم. وعندي سؤال أوليني، آخر مرة أمتين اتصلت بالرئيس بشار الأسد؟ أول امبارح بالليل. قلت امبارح حكينا. إيه ماذا قال لك؟ هل طمأنك؟ هل هو مطمئن؟ يعني بدي لك شغلي، بتصور أول سنة كانت أصعب سنة، ما هيك 2010-2011 كانوا أقرب المقربين، ويعني كانوا البعاد مراهنين والقراب خايفين، بس كانوا 80% مقتنعين انه النظام ما ممكن يهدي، وحتى اللي مؤمنين بهذا النظام ومعهم كانوا مقتنع انه هذا النظام لم ولن يسقط. كنا نحن مراهنين على الرئيس الاسد وعلى صمود هذا النظام. هلا بتقولي لي مجانين؟ بقول لك يمكن. بتقولي لي كان هيك يعني واحد عم براهن بطريقه، بقول لك ايه يمكن ما حبتنا وعاطفتنا كانت اقوى من الواقع، بس برهن انه كنا نعطي قراءه
قراءة موضوعية للموضوع. كانوا شو يقولوا لنا؟ كانوا يقولوا لنا لا وانتم غلطانين وشوفوا كذا، بعد عن انه صمد النظام وبقى النظام وكل الرهانات كانت غلط. وخاصة وقت اللي كان هو الرئيس الأسد عمل أول أيام كم طلعة وحكي عن القاعدة وحكي عن التكفير بشكل خاص، هو الذي بديل هذا. كانوا يقولوا لنا عم بتخوفوا الناس أو النظام عم بيخوف، ولكن لأنه هو خايف مين عم بينزل، هن العلمانيين وهن الشباب وهن، وهيدي ثورة شبابية للتغيير، هيدي للخروج من الظلم والقهر والاستبداد وما بعرف شو. هن نفس اللي بلشوا بالثورة غيروا رأيهم. بقيوا أنا بقول لك مين؟ في كثير ناس فاتوا بالثورة بهذا الفكر، إنه إحنا بنغير، إحنا هيدا ضابط المخابرات يلي كل نهار بيثبت فينا ما بدنا إياه. وأنا بقول لك شغلة، كان في كثير من أسباب الثورة محقة. نعم. أنا بتذكر سفير دولة غربية إجا لعندي، هو إنه الرئيس الأسد ما بيقدر يغير المادة 8. قلت له ليه؟ قال لأنه الحرس القديم ما بيخليه. قلت له بشارتك نرى شعركم ملغية. قال لي بشارتك ما بيلغيها. 15 يوم لغيها، إجا. قال لي تأخر. لغيها بس تأخر. كان شو مطلوب؟ مطلوب ضرب سوريا على مواقفها السياسية، على 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 ما هي سوريا السياسية، ومش على ما هي سوريا إذا بدنا نعتبر الداخلية وطريقة النظام وطريقة الحكم وطريقة هول. هلا أخذوا هول العزق لهولي. هلا اللي صار إنه نفس اللي رهنوا صاروا هلا شو بيقولوا لنا؟ صار في هلا نغمة جديدة. خيي بس كيف بده يحكم بعد اللي صار؟ كيف بده يستمر بعد اللي صار؟ ما ممكن. احنا عم نقول اول شيء كنت عم تقوله 15 يوم، بعدين صرتوا تقولوا رمضان، بعدين صرتوا تقولوا ما بيصيف، بعدين صرتوا تقولوا رمضان، بعدين ما بيشتي، هلا صرتوا عم تقولوا يا خيي اوكي بس كيف بده يضل هيك؟ انا عم نقول لكم بكره بتتعودوا، بكره بتتعودوا على الفكره كيف بده يضل هيك، بكره بتتعودوا انه بعدين اذا هالقد انتم مطمئنين وقوية ليش خايفين من انتخابات؟ انه انا عم بحكي هون ماني عم بحكي كتدخل بالشان السوري ولا عم بتدخل اولا كمتفرج واثنين كصديق، يعني كصديق وانا يعني وقت انتم بتسالوني ما بقى حدا يسالني كحليف لسوريا، اليوم عم تسالوني كصديق للرئيس الاسد، انا رئيس الاسد بالنسبه لي خي، بالنسبه عم بحكي كصديق، عم بقول لك انه انا هي قراءتي، انا مراهن على الشخص ايه، انا بحياتي ما تعرفت على أكثر من عدد صغير 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 حول رئيس الأسد، ما كان عندي لا علاقة مع اللي كانوا يطلعوا لعندهم ولا مع المخابرات ولا مع كل هذا الجو، أنا بحب هالشخص، آمنت بهالشخص، أنا إلي حق يكون عندي رأي ودعم السياسي لهالشخص، أنا سياسته، يعني إذا حكيت لك شغلة كل الناس بيقولوا كرمال صداقة إنه أنت لا مش مزبوط، أنا الصداقة انبنت بناءً على إيمان سياسي مشترك وعلى علاقة سياسية وعلى تاريخ سياسي مشترك. يعني نحن لو ما اتفقنا بالسياسة ما في صداقة، يعني في كثير ناس كان في صداقة بس اعترفنا بالسياسة وصرنا أعداء، نحن عم نحكي العلاقة الرؤية المشتركة. وأنا بقول لك شغلة ويمكن هلا يمكن صاروا بيصدقوني فيها اللبناني، بالأول ما حدا كان يصدقني، ولا مرة طلب مني شيء رئيس الأسد بموضوع لبنان، ولا مرة طالب مني شيء بموضوع لبنان. أنا بقول لك شغلة ولا مرة شكي له على حدا، كان كلهم دائما يطلعوا يشتكوا علي ويخبرني فلان عم يشتكي عليك، فلان عم بيقول كذا، فلان كذا، ضحك انا ويقول لي يا خيي ما بيعرفوا، نعم بكذا موضوع. وانا بتصور وانا بدي اقول لك شغله وهيدي هيك بين هلالين، العماد هون كان عنده قناعه انه ما في حدا يكون حليف لسوريا، ما في حدا يكون صديق لسوريا، يا زلم يا عدو، ما في حدا يكون صديق. تعرفنا على بعض وانا كنت دائما اتعرف على الزلمه بعدين احكي. وصلنا على مرحلة كانت علاقته معي جنرال كتير ودية، وكل عمري اللي كان يتعاطى معنا كبي، ولكن دايما كان فيه إنا بالعلاقة مع سوريا. تعرف على الرئيس الأسد هيك منه راح له صار يحبني دوبل، ليه؟ لأنه تعرف إنه في واحد يكون صديق لسوريا مش ضروري يكون زلم. تعرف إنه يا أخي إنه هالناس ما مثل ما بيسمع عنهم هالفرق. أنا بقول لك شغلة، مشكلة اللبنانية انه تعرفوا على الوجه السيء ولا نتعرفوا على الوجه الحلو، يعني لا يستطيعون ان ينسوا ما حصل اليوم في لبنان. ما بقى في حدا يقول
أنا ما بقى واضحة قدامي الأمور، لأنه اليوم أولاً العولمة أصبحت بكل إيد مواطن لبناني على السليلير وعلى اليوتيوب وعلى كل هول، كل شيء بعد الدنيا عم بيصير، ما بقى في حدا يقول اليوم البديل هو الديمقراطية، البديل هو العلمنة، البديل، نحن عم نشوف قدامنا نظام علماني، هلا كيف ما بدني يشوفوه بيشوفوه نظام طائفي، أنا بقول لك نظام علماني، نظام علماني يمكن ما كان كل اللي عمله ديمقراطي ولا كان كل اللي عمله مثالي، بس نظام علماني، وفي قدامنا نظام تكفيري، وهذا النظام التكفيري هو ضماني للأقليات بهالمنطقة ولا كارثة على الأقليات بهالمنطقة؟ ضماني للاعتدال، أنا ما بدي أقول بس الأقليات، ضماني للاعتدال بهذه المنطقة ولا كارثة على الاعتدال بهذه المنطقة؟ هون أنا بتقولي لي شو بده يصير بالرئيس الأسد؟ أنا بقول لك ما بعرف شو بده يصير بالرئيس الأسد، أنا قراءتي بقى وتمنياتي وصلواتي اليومية إنه يبقى. عندي سؤال إذا بتريد. الحل يلي متصوره هلا بهاللحظة، نعم، هل بتعتقد الحل أمني ميداني أو الحل بجناف سياسي؟ أنا قنعت الأرض بتحكي. الأرض اللي بتحكي. يعني الموقف العسكري. الأرض بتحكي، ولا لو ما كانت الأرض بتحكي ما كانوا هوليك اليوم بيقتلوا حاله تجربوا يكسبوا مترين. هناك محاولات جادة اليوم من قبل المسلحين لفتح جبهة جديدة في على كل حال انطلاقا يعني مما يجري في المنطقة، معالي الوزير، ألا تخشى على لبنان من التقسيم أو على الأقل من نظام فيدرالي كما يطرح البعض؟ يعني أنا قناعتي أنه مرقنا بكتير مراحل، كان في جو للتقسيم أكثر من اليوم، يعني وقت اجى كيسنجر بال 75 76 وقت اللي كانت اوروبا وابروس وكل الدنيا عم تقسم ونحن ما تقسمنا. انا بخاف من الانقسام، بخاف من التفتيت. يعني اللي عم بيصير انه عم يعملوا كيانات 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 لمصلحه مين؟ لمصلحه اسرائيل. يعني عبوكا سيد المسيحي عايش اذا بدنا نعتبر بنفس الجو تبع الاسرائيلي، بس الفرق انه الاسرائيلي بيجي 10 مليار دولار مساعدات بالسنه وبيجي اف 16 واف 18 وما بعرف شو، نحن بيجينا شو صلوات الفاتيكان، صلوات انه نحن بدنا، يعني نحن ما بنحمل نعيش بالتفتيت هيدي الكيانات، وبذات الوقت بضل لبنان مثل ما هو، نحن بنكون بكيان مسكر علينا مثل ما صار اذا بدنا نطلع بين ال 75 وال 90. انا بس وهون شو بصير؟ بدنا ننتبه لشغله كثير خطره، لانه المسيحيين بيعتبروا هيدي شغله منيحه، مش مضبوط، لانه الشيعة عندهم دول نفطيه بتدعمهم، السنه عندهم دول نفطيه بتدعمهم، المسيحيه عندهم المجتمعون هو اللي بيدعمهم، بيطلع بيخلق اشخاص، بتخلق ميليشيات، بتركب ضريبه على المجتمع وبلش يلا تاكل من هالمجتمع، يا بيهجر يا بيفل يا بينقتل يا بيخضع. بقى لذلك انا بعتقد انه كمان كارثه كبيره على المسيحي انه نرجع نفتت مثل ما كان. اذا ما اذا بيحلموا بالتقسيم، اذا الاكراد ما عطيون دوله، اذا الاكراد ما عطيون، اذا الارمن عطيون دوله بس ما بيعطون دوله ما عطيون كل اذا كل اذا بيجوا بيخبروك انه انا بقول لك شغله انه اليوم مثل ما انا رايحه هي معركه نفوذ بالمنطقه، نفوذ هذا المحور او هذا المحور، ما في ما بتشوفي ما بتشوفي حول المحور. انا بدي اسالك حول المحور، تقارب اللي عم بيصير حاليا بين أمريكا وإيران، أو ما يقال أيضا عن على الأقل تواصل بين إيران والسعودية، شو انعكاسه؟ أولا هل بتعتقد، أول سؤال، هل بتعتقد هذا التقارب ممكن بين المحورين؟ السؤال الثاني، في حال مش ممكن شو انعكاسه على لبنان؟ وفي حال كان ممكنا شو انعكاسه على لبنان؟ يعني أنا قناعتي أنه نحن يجب دائما أن نصلي أنه يكون ممكن، ودائما انا لازم نصلي ونشوف يعني الضروره تبعه. هلا دائما كل واحد بيحلم انه يكون مثل ما هو بيحب. انا قناعتي انه لا السعوديه حتتخلى عن ثوابتها وعن مشروعها، ولا ايران حتتخلى عن مشروعها. وهلا كل واحد الحوار والاتفاق بيصير على ثوابت معينه، يعني افترض انه مثلا اليوم بيعتبروا تم بهذا الاتصال، هول بيدفعوا الثمن، هول بيروحوا، هول دول ما بتتخلى، يعني هن معودين على الناس اللي بتبيع 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 بتبيع. انا بقول لك شغله، لو كانوا الامريكان هن على الارض بخوفوا، بس كانت السعوديه ولا ايران متصور بيعملوا اتفاق بينظموا الخلاف،
بس ما ممكن يعملوا وحده، انا بتطلع بينظموا خلاف، وانا بنطلع حتى اتفاق الطائف، اتفاق الطائف كان تنظيم خلاف، يعني بقيت مصالح السعوديه بلبنان موجوده، بقيت مصالح ايران موجوده، سوريا دارت الملف، راعت كل هالمصالح، زعلوا من سوريا طلعت، هلا اذا اجى تبقى مصالح فلان موجوده، مصالح الايراني بيرعى المصالح او السعودي بيرعى المصالح، ولكن هيدي تنظيم خلاف، هيدي منا اتفاق، يعني احنا دائما بنعتبر دائما كل واحد بيقول لك هذا الاتفاق انت ستدفع الثمن وانا ساقبض الثمن، انا بتصور هذا على الصعيد الصغير اللبناني بمشاكلنا الداخليه، بس انا اتصور بهذا الموضوع انه لا ايران حتتخلى عن الشيعه من العراق لبيروت، ولا السعوديه حتتخلى عن السنه من العراق لبيروت، يعني هذا كله سوا، يا بينظموا الخلاف بين بعضهم يا بتضل المشكله قائمه بهذا الموضوع، انا اتمنى انه يصير في تنظيم للسيستم كله سوا، وهذه شغله منيحه، ولكن انه ايران تتخلى عن 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 نفوذها بهذا الموضوع هيك، انه عملت اتفاق قعدوا مع بعضهم شربوا فنجان قهوه مره انحلت المصالح اهم من انا هيك بشوف عم بتنافس تخيل بدنا نتنافس تعال ننظمها هم متعصبين وانا برايي هذا اللي بيصير، بس انه بتجي بتقول لي انه انا بالحرب ما قدرت اخذت مني، بتجي بتحكي معي بقول لك خذها، انه هذا منطق غلط. اثنين بيقولوا لك ايران همم النووي وما همم ال انا بقول لك شغله انه ايران اللي عطيته واللي عطيت فيه تنازلاته والنووي النووي هاي مش منتبهين انه يا اخي اذا ما عطى تنازلات بالنووي معناتها بده ياخذ مكاسب غير محل، انا بيقولوا لك لا اخذ مكاسب بالنووي عطى نظره اخي ما عطى قدامكم تنازلات بالنووي الزلمه، ما بيصير واحد يحلم ويفسق ويعمل معالي الوزير في استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث والمعلومات في بيروت أجري الاستطلاع في مطلع شباط الحالي، يقول إن 82% من المسيحيين في لبنان يرون أنه لو وصل المسلحون في سوريا إلى سدة السلطة فهذا يشكل خطرا كبيرا على الصيغة اللبنانية، ماذا تقول في هذا الإطار؟ شو بدي أقول؟ أنا هذا رأيي. أنا هذا رأيي، إنه أنا بقول هاي المنطقة من هون برجع أقول لباكستان هي منطقة وحدة. يعني هي منطقة وحدة مرتبطة ببعضها. يعني ما نضحك على حالنا، هذه منطقة وحدة. يعني منا هيك أسألك رأيك بشغلة تاني بذات الاستطلاع. نفس الاستطلاع. ما إلا خريطة لبنان، خلص المنطقة كلها منطقة. بذات الاستطلاع عن تأييد المسيحيين لرئيس الجمهورية. نعم. طلع 36% من المسيحيين بأيدوا ميشيل عون، بس المفاجأة طلع 23% تاني واحد سليم بأيدوا سليمان فرنجية و12% بأيدوا سمير جعجع و6% بأيدوا بطرس حرب والشيخ أمين 5% ما حطيته ما حطيته لأنه ما بدي أذكره ما بدي أذكر 5% بس سألتني عنه لازم أقول لك هل تعتقد هذا الاستطلاع قريب من الواقع؟ ما بدي أسألك غير شيء لك ما بعرف أنا يعني بتصور يعني أنه أكيد أنا ما فيني يكون أكثر من ميشيلون يعني بالمنطق يعني أنا بتصور أول ميشيلون بس فيك هلا بعدين أنا الثاني سمير جعجع كمان ما فيني جاوبك يعني عم بقول لك انه يمكن عم بقول لك يمكن اي يمكن لا انا ما ب يعني انا كل الاستطلاعات اصلا بقول حسب السؤال حسب ولكن يعني لا تعطي فكره عن استطلاعات الراي بلا في استطلاعات يعني تؤمني بس عم بقول لك السؤال بيعطيك الجواب يلي بدك اياه يعني اذا بدك تقوى ولكن انا بعتبر اكيد انه جنرال عون انه شيء طبيعي يكون اقوى منا عند المسيحيين ويكون اول وانا بنبسط انه يعني انا يكون عندي جواب منيح وبنبسط انه جنرال عون يكون قبله لانه لو حطيتوني قبل جنرال كنت عملت لنا مشكله لو الاستطلاع كنا ما قدرناك طيب معالي الوزير ماذا تقول للشاب اللبناني الذي لا يستطيع الالتحاق لا بالمدرسه ولا بالجامعه يقف حائرا ليس امامه سوى الهجره ماذا تقول له؟ يعني انا اللي بقوله انه الهجره مش دائما حل الهجرة بهدلة الهجرة دايماً أسوأ بكتير من القعدة هون يعني الهجرة يأس واليأس يمكن بياخدك على شيء أحسن يمكن بياخدك على شيء أسوأ وأنا بشوف أنه الشاب اللبناني عم بيروح وعم يشوفه عم بيروح على دول عربية وعم بيروح على الغرب وعم بيروح على العالم كله
بيجي لهون بتشوفي على وشه علامة حزن، يمكن بده يشتكي، بيقول لك أنا لو فيني أرجع على لبنان أنا كنت برتاح. بتلاقي المبالغ اللي عم بيقوا فيها لبرا واللي عم بيسافر فيها، بتصور بهدلة تجاه بقائه في لبنان. يعني إنه أنا بقول وقت بشوف أنا واحد بيروح بيقعد بالصحراء بآخر الدنيا على 2000 و3000 دولار، أنا بقول إنه حرام على الشعب اللبناني شو عم بيصير فيه، على الشاب اللبناني شو عم بيصير فيه. وبذات الوقت في شغل بلبنان، بس بدك شغلي إنه أولا العمال الأجانب قديش أخذوه من طريق الشاب اللبناني. نعم. يعني إذا بنطلع الدولة، أنا ما بدي أقول تأمن فرص عمل، بس بذات الوقت تلغي المنافسة الغير ديمقراطية والغير بتقدر تأمن كتير فرص عمل. وبذات الوقت أنا بتأكد أنه كمان بدي أقوله للشاب اللبناني أنه هيدي مشكلة بكل الشرق، مش مشكلة بلبنان. يعني مشكلة اليوم إذا مشوف شو بصير، طب نسأل شو بدي أقول للشاب المصري أنا، للشاب الليبي، للشاب السوري اليوم، ما كلها سوا. هيدي ما نحن بمرحلة تاريخية، نحن عم نشبه هاي المنطقة، عم نمر بمرحلة مثل مرحلة ساكس بيكو. يعني احنا بنعتبر انه بلبنان نحن عايشين بسويسرا وعم نقارن حالنا بسويسرا، احنا بمشكل. بس بذات الوقت انه بتقولي لي ما بشوف انه الشاب اللبناني او المواطن اللبناني، ليش انه ديت عليك سؤال، الشاب اللبناني باول طلعته بيقدر يشتغل بيقدر يروح. طب شو بقول انا للختيار اللبناني؟ شو بقول للمتكمل بالعمل يلي ما عنده حدا، يلي انقطع وقاعد بمحل، يلي بمحلات بتشوف فيهم على براميل الزباله؟ طب هول اللي انا كمان عندهم مشكله اساسيه. عندي سؤال لك الاخير، مستقبل لبنان هالسنه كيف شايفه؟ برايي ايه ما فرق طرق، أو لبنان متنوع وكل العالم مرتاحة فيه وكل العالم، وأنا بتصور هون بنقدر نبني دولة وبنقدر نبني مستقبل. هلا بتقلي نبني دولة أفلاطونية، بقول لك لا، نبني دولة على شكلنا، يا بدنا إياها منيحة يا ما بدنا إياها. هلا نحن بالنسبة يعني نحن فوضجية، بقول لك حيكون، بس نظم هالفوضى شوي. نستطيع دولة تشبه، بقول لك شغلي دولة تشبه، حتكون دولة مثل ما مرأت، ناس مغبونة، ناس مرتاحة، ناس مفكرة حالها قعدت 100 سنة، ناس معتبرة هالبلد مش إلها. أنا بقول هيدا البلد بدك ترجع تراعي في التوازنات، بدك كل الناس تتمثل. وهيدي السنة يلي فيها استحقاق بلبنان، يلي فيها استحقاقات بسوريا، يلي فيها بدها ترسم خريطة المنطقة. أنا برأيي هالسنة سنة 2014 حتكون سنة محورية لرسم خريطة المنطقة، لرسم التحالفات الجديدة على صعيد المنطقة، لرسم خرائط إذا بدنا نحكي السياسية للمنطقة، الخرائط السياسية للمنطقة، نفوذ السياسي للمنطقة. وأنا بس بقول شغلة، شو ما صار كيف ما راحت، إذا منآمن إنه حدا بيربح بلبنان وحدا بيخسر، بقول لك منكون ما عم نعرف نقرأ لا تاريخ بلدنا ولا مستقبل بلدنا. ممنوع يعني الخسارة، يمكن نربح، يمكن فريق يربح، يمكن فريق يخسر، بس إذا فريق الربحان ما عرف يستوعب الفريق الخسران وما عرف يرجع أشركه وأدخله وشاركوا غصبا عنه بالبلد بممثلين حقيقيين، مش بين ممثلين اللي نحن بنحب انه يكونوا على على على. انا بتصور بكون عم نرجع نبني لمشكله للاجيال اللي بعدنا وما بعد بعد. معالي الوزير نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا في هذه الحلقة. شكرا أستاذ كريم، الشكر الكبير للمشاهدين الكرام الذي تابعونا، وشكرا أيضا لفريق العمل الذي أنجز هذه الحلقة، ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله بأمان الله.